عيد رأس السنة، متى بدأ الاحتفال به وكيف تحتفل دول العالم به؟ يترقب الناس في مختلف دول العالم حلول منتصف الليلة الفاصلة بين آخر يوم من كانون الأول وأول يوم من كانون الثاني من كل عام، لتبدأ الاحتفالات بعيد رأس السنة التي تختلف بين مجتمع وآخر، لكن كثيرين يعتبرونه فرصة للاحتفال والخروج مع الأصدقاء لحضور عشاء راقص حتى ساعات الصباح الأولى. فما هو تاريخ هذا العيد وكيف تحتفل به شعوب العالم؟ يعتبر عيد أو يوم رأس السنة واحدا من أقدم الأعياد وأكثرها انتشارا وشهرة، وقد بدأت قصة هذه الليلة في حقبة لم تكن السنة الشمسية قد عرفت بعد، وتتمثل الدورة الزمنية التي كانت معروفة آنذاك في الزمن المحصور بين البذور وجني المحاصيل. ويعود أول مهرجان عرفه التاريخ احتفالا برأس السنة إلى مدينة بابل التي تقع آثارها بالقرب من مدينة الحلة الحديثة في العراق، والمفارقة أن البابليين كانوا يحتفلون بعيد رأس السنة في الاعتدال الربيعي أي أواخر شهر آذار، إذ تبدأ الاحتفالات مع بدء الربيع وتستمر 11 يوما، مما يجعل احتفالات عصرنا الحالي تبدو باهتة إذا ما قورنت بها رغم كل مظاهر البهجة والبذخ. كانت تبدأ الشعائر الدينية الطقسية عندما يستيقظ الكاهن قبل الفجر بساعتين فيغتسل في مياه الفرات المقدسة ويرفع ترنيمة إلى ماردوك إله الزراعة الأكبر، متوسلا إليه أن يكون الموسم الجديد ذا عطاء وفير. وكان الطعام والخمر والأشربة الثقيلة تستهلك بكثرة، ليس من أجل المتعة فقط بل لتقديمها كعربون تقدير للإله ماردوك الذي أنعم عليهم في حصاد العام المنصرم. وكانت تقام مسرحية المهرج المتنكر وتقدم إلى آلهة الخصب، وتتبع بعرض ضخم ترافقه الموسيقى والرقص وبعض التقاليد التي تبدأ عند المعبد وتنتهي في ضواحي بابل ضمن بناء خاص يدعى دار السنة الجديدة. أما الرومان فكانوا يحتفلون في 25 من أذار أو يوم بداية الربيع بعيد رأس السنة الجديدة، إلا أن الأباطرة ورجال الدولة كانوا يحاولون باستمرار التلاعب بطول الأشهر والسنين لكي يطيلوا فترة حكمهم المخصصة لهم. ولم يعد تأريخ التقويم يتزامن مع المقاييس الفلكية بحلول العام 153 قبل الميلاد، لذا رأى المجلس الروماني الأعلى ضرورة تحديد العديد من المناسبات والأعياد العامة، فأعلن الأول من كانون الثاني بداية للعام الجديد. أقدم تقاليد الاحتفال بعيد رأس السنة ظهرت لدى الفراعنة وتمثلت بصناعة الكعك والفطائر، وقد انتقلت بدورها من عيد رأس السنة لتلازم مختلف الأعياد. وطريقة احتفال المصريين كانت تبدأ بخروجهم إلى الحدائق والمنتزهات والحقول، يستمتعون بالورود والرياحين تاركين وراءهم متاعب الحياة وهمومها في أيام السنة والأيام الخمسة المنسية من العام ومن الحياة، وتستمر احتفالاتهم بالعيد خلال تلك الأيام الخمسة التي أسقطوها من التاريخ خارج بيوتهم، وكانوا يقضون اليوم في زيارة المقابر ثم يقضون بقية الأيام في الاحتفال بالعيد بإقامة حفلات رقص والموسيقى ومختلف الألعاب والمباريات والسباقات ووسائل الترفيه والتسلية العديدة. كما شهد عيد رأس السنة لأول مرة كرنفال الزهور الذي اتدعته كليوباترا ليكون أحد مظاهر العيد، عندما تصادف الاحتفال بعيد جلوسها على العرش مع عيد رأس السنة. كذلك عندما دخل الفرس مصر احتفلوا مع المصريين بعيد رأس السنة وأطلقوا عليه اسم عيد النيروز أو عيد النوروز، ومعناه باللغة الفارسية اليوم الجديد. في بريطانيا مارس البريطانيون عادة غريبة بهذا العيد، فأثناء صناعة حلوى البودينج يتمنون أمنية مهمة تصاحب مزج مكوناته، ولابد من أن تكون أيديهم خلال عملية المزج في اتجاه عقارب الساعة، معتقدين أنه بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتحقق الأمنية. كذلك في إيطاليا فإن الطعام هو الشيء المقدس لدى الإيطاليين، ومائدة رأس السنة خاصة لابد من أن تشتمل على أطباق العدس، وهذا بسبب اعتقاد الإيطاليين أنه يجلب الرخاء المالي. وتستمر حفلات السنة الجديدة في إيطاليا حتى مطلع الفجر، حيث أن من عاداتهم الوطنية أن يقوموا بمشاهدة شروق شمس أول يوم من السنة الجديدة. كذلك من تقاليد الإيطاليين إلقاء الأثاث البالي من النوافذ ليلة رأس السنة.
أما فرنسا فتتعامل مع ذلك التقليد بشكل خاص قليلاً، فهناك اعتقاد قديم بأن الضوضاء تقوم بطرد الأرواح الشريرة بعيداً في تلك الليلة، لذا فهم يبالغون في الضوضاء والأصوات الصاخبة. كما يعتقد الفرنسيون أنه ينبغي أن يكون زائر منتصف الليل ذكراً في المقام الأول، وهذا بسبب اعتقادهم أنه يجلب الثروة. وفي مدينة كاتالونيا في أسبانيا هناك تقليد يقام خلال الاحتفال برأس السنة ويتضمن وضع مشهد ريفي تلقائي، ومن أكثرها شيوعاً تمثال لطفل يتغوط، وهو تعبير حرفي يرمز للأسمدة التي تخصب التربة، ما يوحي بقدوم عام حصاد ومحصول خصب. أما في اليابان فاعتادت الأسر اليابانية على حمل وجبة جاهزة من الدجاج المقلي كتقليد بيوم رأس السنة، وهنا يجب التذكير بأن اليابان أخذت فكرة الاحتفال برأس السنة من الغرب، وبما أن الطعام المرتبط برأس السنة لدى الغرب هو الديك الرومي، ولا يوجد في اليابان هذا النوع من الطيور، لذا يتناولون الدجاج المقلي بدلا منه. ومن تقاليدهم أيضا تزيين المنازل في اليابان بأكاليل الزهور في ليلة رأس السنة، باعتبار أنها تطرد الأرواح الشريرة وترمز للحظ والسعادة. ومع حلول السنة الجديدة يشرع اليابانيون في الضحك لإيمانهم بأنه يجب الحظ الجيد أيضا. وفيما يخص المكسيك فقد انتشرت عادة أكل 12 حبة عنب بالضبط في العديد من الدول، ولكنها تأصلت وأخذت شكلا أكبر في المكسيك خاصة، ففي كل ساعة يقومون بتناول حبة عنب، وكل واحدة ترمز إلى شهر من شهور السنة الجديدة. ومع تذوق طعم كل ثمر على حدة يتوقعون كيف سيكون الشهر المرتبط بكل منهم. وفي فنزويلا يسود اعتقاد بأن الفنزويلي إذا أراد السفر كثيرا في السنة المقبلة فعليه أن يحمل أمتعته حول المنزل طوال 31 كانون الأول، وتستقبل السنة الجديدة لديهم بارتداء الملابس الداخلية ذات اللون الأصفر لاعتقادهم بأنها تجلب الحظ. ويقوم الفنزويليون بكتابة أمنياتهم وأحلامهم قبل ليلة السنة الجديدة، ومع اقتراب منتصف الليلة يجمعون تلك الأمنيات ويحرقونها. أيضا في الفلبين على الأطفال أن يقوموا بالقفز 10 مرات في ليلة رأس السنة إذا أرادوا أن يصبحوا طوال القامة في السنة الجديدة. ويعد الفلبينيون الموائد المليئة بشتى أنواع الفاكهة من مختلف الألوان، وأيضا الملابس المطرزة لاعتقادهم بأنها تجلب الرخاء والسعادة. وتتمتع الدنمارك بتقليد غريب، ألا وهو إلقاء أطباق السنة القديمة على أبواب الجيران والأصدقاء، وإذا وجد الشخص في صباح أول يوم من السنة الجديدة المزيد من الأطباق المهشمة أمام باب شقته يصبح سعيدا وحياته جيدة ولديه العديد من الأصدقاء.